بروتوكولات حكماء صهيون، حقيقة ولا وهم من خيال أعداء السامية؟ يا ترى سمعتم أو قريتم عن الـ 24 بروتوكول اللي عملوهم حكماء صهيون عشان يقدروا يحكموا أو يسيطروا على العالم؟ طب تعرفوا إيه عن الكتاب اللي حصل بسببه خلافات كتير وتبادل اتهامات على مدار سنين بين اليهود وأعداء السامية؟ مين اللي قام بصناعته؟ ومين أول حد اكتشفه؟ هل كانوا فعلاً الروس؟ ولا كان في حد قبلهم؟ طب تعرفوا إن بسبب مسلسل مصري اتكلم عنها حصل أزمة دبلوماسية كبيرة بين مصر وأمريكا وإسرائيل؟ عشان تعرفوا موضوع بروتوكولات حكماء صهيون موضوع مش سهل ولا بسيط، وعشان نتكلم عنه هنبتدي بمقدمة صغيرة كده عن بروتوكولات حكماء صهيون أو قواعد حكماء صهيون ما بين الرفض والقبول. القصد إن في جانب كبير جداً بيقول إن البروتوكولات هي وثيقة مزيفة، لكن برضو على الجانب الآخر هتلاقي اللي بيقول إنها حقيقية جداً بس للأسف مش عايزين يعترفوا بيها للعالم. وبرضو زي ما بيتقال إن اليهود هم اللي قاموا بوضعها، هتلاقي في الجهة التانية المضاد ليها إن أعداء السامية هم اللي وضعوها. لكن كتير مننا بمجرد ما بيتذكر اسم بروتوكولات حكماء صهيون فوراً بنحس بالفزع، وبيبتدي عقلنا في تصور المؤامرة اللي بتتعمل في السر ضدنا وضد أمتنا، وإن كل حاجة في العالم بقى متسيطر عليها منهم. ومع كل شعور بالخوف بيزيد التساؤل، يا ترى البروتوكولات دي حقيقية ولا محض افتراء وتزييف؟ ويا ترى في فعلا حاجة اسمها بروتوكولات حكماء صهيون؟ طب ما تيجوا نسيبنا من الاتهامات المتبادلة دي ونخش في موضوعنا على طول. ولكن قبل أي حاجة ما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا نعرف في الأول إيه هي بروتوكولات حكماء صهيون. البروتوكولات هي عبارة عن مجموعة من النصوص اللي بتتمحور حوالين خطة لسيطرة اليهود على العالم، وتم نشر النصوص دي لأول مرة في الإمبراطورية الروسية في جريدة زانامية في مدينة سانت بطرسبرغ سنة 1905 على ايدين الكاتب الروسي سيرجي نيلوس، وكانت بتتكلم عن خطة كبيرة جدا معمولة عشان غزو العالم. فزعماء الصهاينة عقدوا 23 مؤتمر من سنة 1897، وكان اخرها المؤتمر اللي انعقد في القدس لاول مرة في 14 اغسطس سنة 1951، وكان في الظاهر الغرض منه هو البحث في مسألة الهجرة لإسرائيل ومسألة رسم حدودها، وده زي ما جه في الجريدة الروسية. لكن في الحقيقة كان الغرض من المؤتمرات دي كلها هو دراسة الخطط اللي بتؤدي لتأسيس مملكة صهيون العالمية. نرجع لكلامنا ونقول إن أول مؤتمراتهم كان في مدينة بال بسويسرا سنة 1897 برئاسة زعيمهم هيرتسل، ووقتها اجتمع فيه حوالي 300 من أعتى حكماء صهيون، كانوا بيمثلوا 50 جمعية يهودية، وقرروا فيه خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود، وتم تدوين الجلسات دي. لكن اللي حصل بعد كده إنه تمت سرقة الجلسات وتم نشرها. طبعا هنسأل ونقول إزاي حصل ده؟ الشائعات بتقول إن ده حصل عن طريق سيدة فرنسية كانت على علاقة بزعيم من أكابر رؤسائهم في وكر من أوكارهم الماسونية السرية في فرنسا، وقدرت تختلس شوية من القرارات من غير ما حد يحس وتهرب بيهم، والقرارات المختلسة دي هي نفسها البروتوكولات اللي بتتنشر. بعد كده وصلت البروتوكولات دي لأليكس نيكولا نيفيتش كبير أعيان روسيا الشرقية القيصرية، واللي على الفور قدر خطورتها ونيتها الشريرة ضد العالم كله وخصوصا بلاد روسيا. فكر وقتها ايه الطريقة الانسب لاستعمالها، ولقى ان افضل حاجة ممكن يعملها انه يحطها في ايد امينة ويكون شخص اقدر منه عشان يتم الانتفاع بيها ونشرها وفضح الخطط الصهيونية. وبالفعل راح بيها لصاحبه العالم الروسي الاستاذ سيرجي نياوس، اللي اكيد انه درسها دراسة دقيقة وكافية وقارن ما بينها وبين الاحداث السياسية الجارية وقتها، فعرف خطورتها وقدر من المقارنة دي إنه يتنبأ بكتير من الأحداث الخطيرة اللي وقعت بعدها بسنين، وإزاي كان هيبقى البروتوكولات دور كبير في جميع العالم، كمان كان ليها أثر في توجيه تاريخ العالم وتطوراته. المهم إن الوثائق دي كانت بتتضمن 24 بروتوكول كتعاليم وتوصيات في خطة مسبقة
عشان يفرضوا سيطرتهم على العالم. في الجهة المقابلة بنلاقي كلام تاني مختلف خالص عن ده، وهو باختصار إن كل اللي اتقال ده ما حصلش، وإن مفيش حاجة منه حقيقية، وإن الحكاية وما فيها إنها وثيقة مزيفة اتكتبت في سنة 1901، واللي قام بكتابتها هو ماثيو جولوفينسكي، وهو مزور ومخبر من الشرطة السياسية القيصرية. في الوقت ده كان الإعداد قائم على قدم وساق للثورة ضد القيصر الروسي نيكولاي الثاني، واللي رفع في وجهه كتير من اليهود شعارات الثورة، وعشان كده كانت الشرطة السرية الروسية المعروفة باسم أكرانا بتلاحق اليهود وبتستخدم وسائل التحريض الفكري والدعاية ضدهم. ومن هنا جت فكرة في رأس الضابط بطرس رئيس قسم عملاء الخارج لضرورة الربط بين المؤامرات اليهودية والثورة على عرش القيصر الأرثوذكسي. وفعلا بعد بحث كتير لقى بطرس ضلته في كتاب كان صدر في سنة 1864، كان عنوانه حوار في الجحيم بين ماكيافيلي ومونسكيو، واللي كان ألفه الأديب الفرنسي موريس جولي في صورة حوار افتراضي ما بين الشخصيتين دول، اللي باعب ما بينهم الزمن والمنهج في التفكير حوالين أساليب عباقرة السياسة للسيطرة على مقاليد الحكم في العالم. فقام رئيس قسم عملاء الخارج للشرطة السرية الروسية بتكليف عميل روسي واللي كان مقيم في باريس ساعتها بأنه يقوم بإعداد البروتوكولات المزورة. فعلا قام العميل باقتباس أكتر من نص من كتاب المؤلف الفرنسي، وكمان قام بتحويره وأضاف ليه بلغة فرنسية ركيكة الفصول الباقية، وتحول الحوار الفلسفي بقدرة قادر لمحاضرات لاجتماعات القادة اليهود أو حكماء صهيون السرية للسيطرة على العالم. لكن الكنيسة الروسية الرسمية رفضت الاعتراف بصحة الكتاب، ولما تعرض على القيصر نيكولاي الثاني عجبه في البداية، ولكن بسرعة أمر بالتحقق من صحته، ولما عرف بتزوير البروتوكولات رفضوا ورماه تماما، وقال لا يجوز الدفاع عن الأهداف الطاهرة بوسائل قذرة. لكن رمي القيصر للبروتوكولات ما كانش معناه نهاية دورها، فهنلاقيها موجودة في أماكن تانية كتير، وكمان انتشرت شوية بشوية في أنحاء العالم، ومفيش لغة في العالم ما اترجمتش ليها، عشان كده هنلاقي إنه ظهرت عشرات الطبعات منها، وزي ما قلنا إن محتوياتها كانت بتدعو للسيطرة على العالم، وبتعتمد بشكل أساسي فيها على العنف والحيل والحروب والثورات، وبترتكز على التحديث الصناعي والرأسمالي لتثبيت السلطة اليهودية. وفي العشرينات من القرن اللي فات قابلت ألمانيا صعوبات اقتصادية، وده خلى أدولف هتلر يربط ما بينها وما بين مخطط اليهود للسيطرة على العالم. مش بس كده، هتلر كان مقتنع ومستحوذ على تفكيره جدا الأمر ده، وظهر بعد كده من خلال كتابه كفاحي اللي فسر فيه نظرية المؤامرة اليهودية من وجهة نظره، وذكر البروتوكولات بالفعل فيه. فمثلا هنلاقيه كتب ان البروتوكولات بتظهر بشكل واضح ان تاريخ اليهود مستند الى حد كبير على الاكاذيب والتزوير، وان في مخاوف حقيقية من نشاطات اليهود واهدافهم، وزي ما عرفنا كانت النتيجة هي المذابح اللي تعرض ليها اليهود في ألمانيا النازية والمعروفة باسم ليلة الكريستال، واللي حصل فيها هو قيام النازيين بسلسلة من المذابح ضد السكان اليهود في ألمانيا في يوم 9 و10 نوفمبر من عام 1938، وتسمت بليلة الكريستال أو ليلة الزجاج المكسور، وده بسبب كمية الزجاج المكسور اللي تناثر في الشوارع بعد التخريب وتدمير الشركات المملوكة لليهود والمعابد اليهودية والبيوت. لكن النازيين طبعا أخفوا الحدث المنظم للمذابح، ووصفوا الأفعال دي بأنها استجابات مبررة وعفوية للسكان الألمان لاغتيال مسؤول دبلوماسي ألماني وهو إرنست فوم راث. وفي وقت المذبحة تم جمع حوالي 30,000 رجل يهودي، وتم نقلهم لمعسكرات الاعتقال، وطبعا كان نتيجة العنف غير المسبوق ضد يهود الرايخ غضب دولي، وبعدها أمر النظام النازي الجالية اليهودية بدفع 1,000,000 رايخ مارك ضريبة تكفير، وبسرعة اتسنت القوانين المعادية لليهودية. في سنة 1934 في طبيب من النمسا واسمه زاندير كان عضو في منظمة نازية من النمسا، قام بنشر سلسلة مقالات بيحاول فيها نشر فكرة إن البروتوكولات حقيقية، وقدم مجموعة من الوثائق عشان يؤكد كلامه، لكن تم رفع دعوى قضائية عليه بتهمة تقديم وثائق مزورة، وبدأت جلسات محاكمته في أكتوبر 1934، ولقت المحكمة إن البروتوكولات دي ملهاش وجود، وإن كتابات زاندير
ما هو إلا تزوير للتاريخ، وتم فرض غرامة مالية على زندير. وفي خلال نفس السنة جرت جلسات محاكمة مشابهة بسبب البروتوكولات، وحكمت المحكمة في جنوب أفريقيا في سنة 1934 على 3 من الصحفيين غرامة مالية بسبب نشرهم لوثائق مزورة بتحاول إثبات وجود البروتوكولات. نيجي بقى لوجهة نظر التيار المقتنع بأن البروتوكولات حقيقية. هنلاقي فيها أن الجدل الرئيسي مش أن البروتوكولات مزورة أو مقتبسة أو متحرفة من عمل أدبي تم كتابته في القرن 18، لكن النقطة الرئيسية هي الهيمنة لشخصيات يهودية على وسائل الإعلام والاقتصاد والسياسة. هنشوف فعلا أن الهيمنة دي اتحققت، سواء بقى اتحققت بصورة عشوائية أو عن طريق حملة قامت بالتمهيد والتنظيم والعمل، فده مش هيغير حاجة من الواقع الحالي. والواقع حسب رأي التيار ده بيشهد نفوذ كبير لأشخاص محسوبين على الديانة اليهودية، بغض النظر بقى عن مدى تمسكهم بالتعاليم الدينية اليهودية. وأظن ملموس لينا فرض سيطرتهم على العالم عبر تنصيب وتنفيذ تعليماتهم من خلال مناصبهم الحساسة في دوائر صنع القرار، لقوا كمان إنشاء جماعات اللي هي معروفة باللوبي الصهيوني للضغط على صانع القرار، وكل ده الهدف منه التحكم في مصائر الأمم. أما عن أول ترجمة عربية للبروتوكولات فتمت على إيد محمد خليفة التونسي، وكانت سنة 1951، وقام بكتابة مقدمتها عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد، وقال فيها إن ممكن تكون البروتوكولات ملفقة. أما الباحث المصري الدكتور عبد الوهاب المسيري صاحب الموسوعة الشهيرة اليهود واليهودية والصهيونية، كان رأيه الخاص إن بروتوكولات حكماء صهيون مزيفة، والإصرار على نسبها لليهود مش بيخدم القضية العربية، وإن قضية كراهية اليهود بتخدم الصهيونية نفسها باعتبارها حركة عنصرية بيحاول الغرب بيها تخليص أوروبا من اليهود عن طريق تهجيرهم لمكان بعيد. وكمان حذر من استخدام البروتوكولات كأداة عشان يتم بيها اتهام اليهود عشان ما يتمش اتهام العرب بالعنصرية والعرقية. كمان هتلاقي من اللي قاموا بنشر مقالات بتشهد بزيف بروتوكولات حكماء صهيون المفتي المصري دكتور علي جمعة، اللي نشر مقال في صحيفة الأهرام أكد فيه إن البروتوكولات هي كتاب خرافي لا أساس له من الصحة. لو جينا بقى للبروتوكولات والعالم العربي فهنلاقي إنه في رمضان سنة 2002 حصلت ضجة إعلامية وسياسية حوالين مسلسل مصري اسمه فارس بلا جواد، وتعرض المسلسل للهجوم من العديد من الجهات من خارج وداخل مصر نفسها، وحصل بسببه كتير من الجدل، لدرجة إن حصل اتهام من الخارجية الإسرائيلية بمعاداة السامية، والسبب إن في سرد الأحداث متعلقة بكتاب بروتوكولات حكماء صهيون، وده هدد بوقف عرض المسلسل. ولكن في النهاية حصل إنهم حطوا تنويه في بداية تتر المسلسل بعدم ضرورة ارتباط جميع أحداثه بأحداث واقعية. لا، والأكتر من كده إنهم قاموا بقطع أجزاء من الحلقات، وكمان دمجوا الحلقات الأخيرة من المسلسل في بعضها عشان يتم عرضه في مدة قصيرة. فعلا اتعرض وقتها مش كامل في جميع القنوات إلا محطة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله، ولكن بعد انتهاء الفترة الرمضانية أعاد التلفزيون المصري عرضه مرة تانية وتكرر إعادته من غير أي قطع. وده لأن إدارة التلفزيون المصري رفضت مبررات الاعتراض اللي أبدتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على المسلسل، ونفى صفوة الشريف اللي كان وزير الإعلام المصري وقتها إن يكون في المسلسل معادلة السامية. لكن اللي حصل إن خارجية الولايات المتحدة قالت إن في دبلوماسيين من سفارتها في القاهرة هيتابعوا المسلسل يوميا، وده عشان يعرفوا إن كان بيحتوي على مواد معادية للسامية ولا لأ، ولو ده حصل هيقوموا بالاحتجاج للسلطات المصرية. وطبعا كان تدخل الولايات المتحدة بالموضوع كان تحت ضغوطات من رابطة مكافحة التشهير اليهودية اللي وصفت المسلسل حتى قبل ما يتم عرضه. يعني المسلسل ده كان السبب في حدوث أزمة دبلوماسية بين مصر وأمريكا وإسرائيل. وفي نوفمبر 2003 قامت مكتبة الإسكندرية في مصر بعرض أقدم نسخة مترجمة للعربية من البروتوكولات جنب الكتاب المقدس اليهودي التوراة، وده أثار ردود فعل معارضة من جهة اليهود. ولكن مدير قسم المخطوطات بالمكتبة يوسف زيدان قال بالنسبة لأتباع الفكر الصهيوني فإن هذه البروتوكولات تعتبر أكثر أهمية من التوراة الذي يعتبره اليهود كتابهم المقدس. وفي السعودية هنلاقي إن مادة التاريخ اللي بتدرس للطلبة في المدارس بتشير إلى إن البروتوكولات هي وثائق سرية
ومن المحتمل أنه تم إقرارها في المؤتمر العالمي الأول للصهيونية في بازل، وأن اليهود بيحاولوا إنكارها. وحسب المنهج الدراسي فإن أفضل دليل على كون البروتوكولات حقيقية هي التأمل في مجريات التاريخ خلال القرن الماضي، ووقتها هتعرف أن التغييرات السياسية والجغرافية والاقتصادية والإعلامية اللي حصلت لليهود مطابقة للي جه في البروتوكولات. أما في لبنان فقام تلفزيون المنار اللي بيشرف عليه حزب الله بعرض مسلسل الشتات، وده كان في أكتوبر ونوفمبر من سنة 2003، وكان المسلسل متمحور حوالين هيمنة اليهود على العالم، وده في إشارة صريحة إلى بروتوكولات حكماء صهيون. وفي فلسطين ضم الميثاق الرئيسي لحركة حماس إشارة واضحة للي بتعتبره الحركة محاولة الحركة الصهيونية بتنفيذ بنود بروتوكولات حكماء صهيون. وحصل أن في مقابلة تلفزيونية لقناة المجد مع مفتي القدس عكرمة سعيد صبري في 20 فبراير 2005، وبعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، قال المفتي أن كل من يقرأ بروتوكولات حكماء صهيون هيشوف بوضوح أن هدف البروتوكولات دي هو خلق فوضى لتهديد أمن واستقرار العالم. وفي الآخر إحنا قمنا بطرح بروتوكولات حكماء صهيون وقصتها وإزاي وصلت لينا، وهل هي وثيقة مزيفة وتم استغلالها من أعداء السامية ولا حقيقية وبتتحقق يوم بعد يوم. ولكن اللي أكيد هو إن بالنظر للسمعة السيئة اللي اكتسبتها البروتوكولات دي، هتلاقي إن اللي استفاد منها هم الصهاينة، وده بيحصل ده بإرجاع أي نقد ضدهم فورا يحولها ويوقعها في خانة البروتوكولات. وكمان بيعتبر التعامل بالبروتوكولات أو الاستشهاد بيها في الغرب دليل على معاداة السامية، وده اللي الكل بيبعد عنه. لكن لو لاحظنا هنلاقي ان تصرفات الصهيونية واسرائيل جات مصدقة لكل اللي جه في البروتوكولات من افكار وتوقعات، ومنه الارتباط الاخطبوطي للكيان الصهيوني بالكيانات اليهودية الموجودة في كل العالم. وده بيفكرنا بصدى لفكرة الافعى الرمزية اللي تردد ذكرها في البروتوكولات، بجسمها وذيلها الملتف حول العالم ورأسها المستقرة في اسرائيل. لو استعرضنا ملخص لعدد ال 24 بروتوكول هيبقى كالآتي: 1- نشر الفوضى والتحررية والثروات والحروب. 2- السيطرة على الحكم والتعليم والصحافة. 3- إسقاط الملكية والأرستقراطية. 4- تدمير الدين والسيطرة على التجارة. 5- تفريغ السياسة من مضمونها. 6- السيطرة على الزراعة والصناعة. 7- إشعال الحروب العالمية. 8- تفريغ القوانين من مضمونها. 9- تدمير الأخلاق ونشر العملاء. 10- وضع الدساتير المهلهلة. 11- وضع برنامج الدستور الجديد للعالم. 12- السيطرة على النشر. 13- تغييب وعي الجماهير. 14- نشر الإلحاد والأدب المريض. 15- الانقلابات والخلايا السرية. 16- إفساد التعليم. 17- تحطيم السلطة الدينية. 18- نشر الفساد. 19- تحريم العمل السياسي. 20- إغراق الدول في الديون. 21- إغراق الدول في الديون الداخلية. 22- امتلاك الذهب في الجماعات الصهيونية. 23- قيام الدولة اليهودية من النيل إلى الفرات. 24- دولة الملك داود. كل نقطة من دول بتتضمن فعلا اللي بيحصل في العالم من عشرات السنين. يا ترى انت رأيك ايه؟ اكتب لنا في التعليقات رأيك في الموضوع، وما تنساش اللايك والاشتراك، وتتفرج على الحلقات اللي فاتت وتستنى الحلقات اللي جايه.